السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. في هذا العرض إن شاء الله سوف نقترح عليكم أنه هناك عرض عمل في مدينة الدار البيضاء. هناك أحد الشركات يحتاجون إلى سائق برخصة D. سوف نتكلم بالدارجة المغربية، سمحوا لي بزاف، بغيت غير نجرب. المهم هادي واحد لي طابليسمون سكولير، ماشي شركة، هادي واحد لي طابليسمون سكولير. يعني هادوك النقل المدرسي، كيقلبوا على الشوفور يكون بيرمي دي، يكون سيريو، يكون عنده بيرمي ديالو، شنو عاوتاني، وكارت بروفيسيونيل. اها صافي، هادشي اللي كاين. المهم اللي بغى يخدم، راه ما عندناش معلومات كافيين، اللي بغى يخدم يتواصل مع هاد النمر هادي وياخذ بليز انفورماسيون. 06 61 88 23 79 06 68 88 23 79. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. الى عجبتكم هذه الخدمه، راه ماشي باش نشرح لكم واحد الحاجه مهمه بزاف، ماشي غادي يخدم 100 واحد في هذه الخدمه هذه، اللي اتصل يرجع عندي يقول لي وراه ما كاينش، راه ما كاينش، لا راه غير واحد اللي غادي يخدم. المهم انا حطيت لكم، كنقدر في النهار نحط لكم 4 ديال لي زوف، 5 ديال لي زوف، على حساب المورال ديالي، حيت بزاف الناس كيبقاو كريتيكيو في الواتساب، كريتيكيو لينا في التعاليق، راه بزز باش كنحط 4 ولا 5 ديال لي زوف. يعني الا شجعتونا ودرتو، غير واخا يكون عقلك شويه يعني انت ما لقيتيش خدمه، اللي كيبان لك يبان لك حل، تقدر تسبو، تقدر. المهم غير كلمه زوينه كتساعدنا باش نديرو حنا لي زوف، فهمتيني. اما لي زابوني اللي كنقول لك انا دير ابوني، غير باش انت توصلك الخدمه، ملي تخدم تدخل الخدمه وتمكن وتخلص السالير ديالك الاول، حيد ابوني، فهمتي. حنا بغيناك غير تخدم وتستافد. وكنتمنى ان شاء الله في الفيديو الجاي، الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو شي حاجه جديده. ومرحبا بكم كاملين. دونك واحد الحاجه مهمه غادي نعاود نشرحها لكم في هذا الفيديو هذا، حنا راه ماشي كنحطو لي زوفر باش الناس يخدموا زعما الدخل ديالنا يوتيوب وداكشي، لا راه باقي ما حطيتش الفيديو ديالي شحال كندخلو في يوتيوب من هاد التوظيف هذا. الا قلت لكم كندخلو في النهار درهم، وماشي على التوظيف، كندخلو درهم في النهار، حتى 2 درهم في النهار تقريبا. الا دخلنا 3 درهم راه مزيان، 3 درهم ما تدير لنا لا كونيكسيون لا واي فاي لا ابونمون لا والو. وحاجه اخرى، حنا راه شركه، الا بغيتو نوريكم الاوراق ديال الشركه كتبوا لنا في كومونتير باللي راه واش نتوما شركه، باش نوريكم واش بصح شركه ولا لا. وكنديروا التوظيف نيت، كنديروا التوظيف اون ديريكت و ان ديريكت، يعني كنوظفوا مباشره عاملة نظافة، نونو، كويزينير، هذوك العاملة البيوت، و ان ديريكت كنوظفو بحال هاد الشكل هذا، كنحطو اوفر ديال واحد الشركة طالبة هذا وهذا، كنحطو غير لانونس في يوتيوب وربي يسر. وما تنساوش واحد الحاجة اخرى، هاد لي زوفر هادو اللي كنحطو لكم في يوتيوب راه غير وحدة من بين بزاف ديال لي زوفر اللي كاينين في الموقع ديالنا بابافيف.com. يعني هذاك الموقع بابا فيف راه فيه بزاف ديال لي زوفر، كنحاولوا ناخذوا منه غير وحده ولا جوج، وكنطرحوا عليكم في طرحوها لكم في يوتيوب. ما تنساوش بوغ بلي زانونس، اللي بغى يشوف بزاف ديال لي زانونس يدخل الموقع يدخل الموقع بابا فيف. يعني في هذاك الموقع بابا فيف راه كنديروا بزاف ديال لي زانونس تماك، ماشي حنا اللي كنديرهم، ولكن هذوك الشركات اللي كيطلبوا اللي يخدم هما اللي كيحطوا لي زانونس. وتبارك الله عليكم ونهاركم مبروك، والسلام عليكم في الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا لكم.